سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة علي ميحد السويدي الوكيل المساعد للتعليم الخاص، السادة والسيادات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتشرف المركز الإقليمي للتخطيط التربوي باستقبالكم في هذا الصباح، ونحن نبدأ أولى الندوات التربوية لعام 2015 بعنوان تطوير سياسات وخطط التعليم في ضوء تحليل نتائج الاختبارات الوطنية. ولعلكم تتفقون معنا بأن التقويم أصبح من أكبر التحديات التي تواجه نظم التعليم، وذلك لأن عقد الاختبارات الوطنية لم يصبح غاية في ذاتها، بل أضحى من الضرورة بمكان تحليل نتائجها والاستفادة منها في تحديد نقاط القوة والضعف والحكم على مدى نجاحنا في تحقيق الأهداف التربوية التي نسعى إلى تحقيقها. هذا فضلاً عن أهمية هذا التحليل في تشكيل استراتيجية لاتخاذ القرارات اللازمة لتطوير وتحسين العملية التعليمية ورفع كفاءتها وزيادة فعاليتها. والآن اسمحوا لي بأن أقدم للأستاذة مهرة المطوعي مدير المركز للترحيب بقدومكم الكريم وتتناول أهمية عقد مثل هذه الندوات، فلتتفضل. مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته وصحبه أجمعين. سعادة علي ميحد السويدي وكيل التعليم الخاص، الوكيل المساعد للتعليم الخاص، الدكتور تيسير النعيم مستشار التربوي لمعالي الوزير، السادة مدراء المناطق ونواب مدراء المناطق، السادة الخبراء المشاركين في تقديم أوراق العمل، الأخوة والأخوات الأفاضل الحضور، بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أرحب بكم مجددا في رحاب المركز الإقليمي للتخطيط التربوي لنستأنف مسيرتنا في نشر المعرفة والثقافة التربوية، والذي تعتبر إقامة مثل هذه الندوات إحدى أدواتها المؤثرة، وذلك من خلال تواجدكم ومشاركتكم الفعالة فيما يطرح من قضايا وموضوعات تستهدف حل المشكلات ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم. لقد درج المركز الإقليمي للتخطيط التربوي من ضمن أهدافه على استقطاب الخبراء والتربويين من ذوي التخصص والمعرفة والتجربة بغرض تحقيق الغايات والأهداف المنشودة. ولعل الموضوع الذي تتناوله هذه الندوة في إطار الخطة التشغيلية للمركز للعام 2015 يعتبر من القضايا المهمة التي أصبحت تشكل هاجساً لنظم التعليم في كل دول العالم، بحيث أصبح تحليل نتائج الاختبار والاستفادة منها ممارسة هامة في دول العالم المختلفة. فالتحليل الدقيق لنتائج الاختبارات الوطنية أو الدولية إذا ما اتسم بالدقة والفعالية فإنه سوف يسهم بشكل في جعل عملية قياس جودة التعليم أمرا متاحا وميسورا، كما أن تحليل الاختبارات الوطنية لا سيما المقننة يوفر فرصة مواتية لمراجعة وتصميم السياسات التعليمية والخطط التعليمية، كما يراجع ويعمل على مراجعة الخطط والبرامج والمشروعات بصورة شاملة وتكاملية. هذا فضلا عن تمكين متخذي القرار من إصدار الأحكام الموضوعية بشأن فعالية المساقات والمناهج الأكاديمية وجدوى وفعالية وكفاءة أساليب واستراتيجيات التدريس التي تمارس على مستوى مدارسنا وداخل صفوفنا، والتي بالضرورة سوف تعكس مدى كفاءة وفعالية المعلم. هذا فضلا عن تحليل الاختبارات يعين على إجراء المقارنات الأكاديمية على المستوى الوطني ومعالجة السلبيات وتعميم الإيجابيات من هذه النتائج. لقد هدفنا إلى أن تكون هذه الندوة أداة متميزة لبناء تصورات حول آليات الاستفادة من تحليل نتائج الاختبارات الوطنية، وجعلنا المستفيدين منها من كل الفئات حتى يكون لهم الاستطاعة في المضي قدما نحو صياغة بدائل مساعدة في التخطيط لتطوير الأداء المدرسي والصفي، وصولا إلى تحقيق تعلم فعال ومنتج، وذلك عبر ثلاث محاور هي على مستوى الوزارة من تحويل نتائج الاختبارات الوطنية إلى سياسات وخطط من أجل بناء سياسات تطويرية وإجراء عمليات تصحيحية والكشف عن التحديات التي تعوق تنفيذ هذه السياسات، دراسة أثر النتائج الاختبارات على تطوير عمليات التعلم المدرسي من خلال تحديد مستوى الأداء المدرسي ومدى اتساقه مع المحتوى والأهداف التربوية والاستراتيجية والتنفيذية التي تسعى الوزارة ككل لتحقيقها،
تحقيق الربط بين تحليل نتائج الاختبارات الوطنية والحاجة إلى تنمية المعلم مهنيا وأكاديميا. إننا نتوق إلى مشاركتكم التي من شأنها إثراء فعالية الندوة والخروج بنتائج هامة في إدراك أهمية تحليل نتائج الاختبارات. نشكر لكم تحملكم المشاق والحرص على حضور هذه الندوة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. وفي هذا السياق فأنني أدعو الأستاذ خولة الحسني موجه أول الرياضيات بوزارة التربية والتعليم لإدارة هذه الندوة والتعريف بمحاورها والخبراء المشاركين في تنفيذها، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقي اليوم إن شاء الله التعرف على الاختبارات الوطنية وعلى تحليلها، نتائج الاختبارات الوطنية، أثر هذه الاختبارات الوطنية في تطوير السياسات في وزارة التربية والتعليم. والاختبارات الوطنية تعتبر من أهم الأدوات العلمية المقننة والفاعلة في تطوير التعليم وفي تحسين مخرجاته. الكثير من الدول تلجأ إلى الاختبارات الدولية لما تقدمه من مؤشرات دقيقة جدا في عكس نتائج تطور مستوى تحصيل الطلاب. فالاختبارات الدولية مهمة جدا لتعديل السياسات، مهمة جدا للمعلم ليتعرف على نتائج طلابه، ليتعرف على مواطن الضعف عند هؤلاء الطلاب. الاختبارات الدولية تقدم تحليلات مفصلة لها للطالب وللمدرسة وللمنطقة التعليمية وللوزارة أيضا، وأيضا للقيادة العليا. المعلم يستطيع من خلال تحليل نتائج الاختبارات الوطنية أن يتعرف على المهارات التي يمتلكها الطلاب، على نقاط الضعف التي موجودة عند الطالب، بحيث أنه يستطيع أن ينميها، يعززها، يطور من أداء الطلاب. أيضا مدير المدرسة يستطيع من نتائج الاختبارات الوطنية أن يطلع على مستوى مدرسته في النتائج، ويقارن مستوى المدرسة بالمدارس الأخرى سواء مدارس الذكور أو الإناث في المنطقة أو على مستوى الدولة. فهي فرصة كبيرة جدا، تحليل النتائج دقيق جدا جدا، يستطيع مدير المدرسة، يستطيع المعلم، يستطيع صانع القرار في أنه يتتبع مستوى تحصيل الطلاب تطوره. في دولة الإمارات نحن نطبق الاختبارات الوطنية على الصفوف الفردية الثالث والخامس والسابع والتاسع. ففي مجال كبير إحنا نتتبع أثر التعليم، أثر استراتيجيات التدريس، أثر أساليب التدريس، أثر المناهج التعليمية، أثر التقييم على الطالب من خلال تتبع تطور مستوى في هذه السنوات. إن شاء الله خلال هذه الندوة ستعرض ثلاث أوراق علمية ستكون محاورها متناولة حول الاختبارات الوطنية وعلى مستوى الوزارة والمدرسة والمعلم في بناء سياسات وبرامج تطويرية، وأيضا بلورة وأفكار وبدائل مساعدة في التخطيط للأداء المدرسي في ضوء نتائج الاختبارات. الورقة الأولى ستكون بعنوان نتائج الاختبارات إلى سياسات وتخطيط، ستكون تتناول محورين. المحور الأول بناء سياسة تطويرية وإجراءات تصحيحية في ضوء تحليل نتائج الاختبارات وإيجاد الآليات المناسبة لذلك. المحور الثاني سوف تتناول التحديات التي تواجه تطبيق هذه السياسات. سيعرض الورقة العلمية الأولى أستاذ الدكتور تيسير منيزل النعيمي المستشار لمعالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة. الدكتور تيسير حاصل على دكتوراه في الفلسفة في علم النفس التربوي سنة 1986. هو أستاذ دكتور في العديد من الجامعات الأردنية والعربية ورئيس هيئة الباحثين في سياسات التعليم وتنمية الموارد البشرية. عمل الدكتور تيسير وزيرا للتربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية لمرتين متتاليتين، وهو عضوا في مجلس الأعيان الأردني وأمينا عاما لوزارة التربية
والتعليم. له العديد من المنشورات العلمية، أكثر من 30 بحث في مجال في مجلة عديد من المجلات الأجنبية والعربية، وهي مجلات محكبة، و50 تقرير منشور في مجال تطوير التعليم وجودة التعليم وتخطيط التعليم. قدم أكثر من 200 استشارة في مجالات تقييم النظم التربوية والبرامج التطوير، وهو عضو في الكثير من المجالس والجمعيات الأكاديمية وفرق العمل الوطنية والأقليمية. يسعدني أن أدعو أستاذ دكتور تيسير لتفضل تقديم ورقته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أصحاب السعادة، الزميلات والزملاء. يسعدني أن أكون معكم في هذا اليوم في هذه الندوة التي أعتقد بأنها تلامس موضوعا على درجة كبيرة من الأهمية، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر للأخت الفاضلة الأستاذة مهرة المطيوعي على كريم دعوتها للمشاركة بهذه الندوة. الموضوع الذي طلب مني أن أتحدث به هو ضمن المنظومة العامة للاختبارات الوطنية، لكن هو يتناول المستوى الأعلى من مستويات توظيف نتائج الاختبارات بصورة عامة في النظام التعليمي، وهو ما يسمى بالماكرو ليفل، أي المستوى أعلى شيء في هرمية النظام التعليمي، والمتعلق بكيف توظف نتائج الاختبارات، لا سيما الاختبارات الوطنية وإلى حد كبير الاختبارات الدولية أيضا، في عمليات تحليل السياسات التعليم، بلورة هذه السياسات ومراقبة سياسات التعليم، ومن ثم يعني وضعها في آلية للعمل بحيث تنفذ. خلينا نتفق بالبداية على تعريف عام للسياسة التربوية في مجال التعليم، لأن هناك يعني تداخل بين كثير من المفاهيم، لن نكون حديين في إعطاء تعريف محدد، لكن نقول بأن السياسة التعليمية يعني هي تعني مجموعة التوجهات التي يرتئيها مجتمع معين للتصدي إلى قضايا معينة تواجه النظام التعليمي، فهي تعكس خيارات المجتمع التي يتخذها بالنيابة عنهم صانع القرار التعليمي، وبالتالي هذه التوجهات أو القرارات التي تعكس عادة بقرارات أو تشريعات هي إما أنها تضع قرارا أو تقيد قرارا أو تقنن مدى استخدام نطاق صلاحية معينة بالنظام التعليمي. دعونا نقول عندما نتحدث عن سياسات التعليم وعن صناعة هذه السياسات بناء على نتائج الاختبارات، لازم ندرك أنه نطاق تأثير السياسات التعليمية ليس واحدا، وبالتالي نحن نتحدث عن متغيرات بالنظام التعليمي تتأثر مباشرة بسياسات التعليم، وهناك متغيرات تحيط بالنظام التعليمي لكنها لا تتأثر مباشرة بسياسات التعليم، وبالتالي عادة سياسات التعليم التي يتوجه لها صانع القرار في النظام التعليمي هي تكون منصبة بالدرجة الأولى والأساسية على مجموعة من المتغيرات التي يمكن التأثير بها من خلال السياسة التعليمية. نعطي مثال، نقول على سبيل المثال بأن مدخلات التعليم هي تقع في نطاق تأثير مباشر لسياسات التعليم. أنا كراسم لسياسة التعليم أستطيع أن أؤثر في معدل الطلبة للمعلم، بستطيع أن أؤثر على سبيل المثال بمؤهلات المعلمين، بسياسات المناهج، بسياسات إدارة النظام التعليمي، هذه تتأثر مباشرة بسياسات التعليم.
لكن هناك كثير من الأشياء التي لها أثر كبير جدا على فعالية السياسة التعليمية لا يمكن أن تتأثر بصورة مباشرة بسياسات التعليم. مثال: المستوى الاقتصادي والاجتماعي للطلبة من أهم العوامل المؤثرة في تعلمهم، لكن لا يستطيع أن يؤثر صانع القرار من خلال سياسة تربوية محددة برفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للطلبة. هذا أولا يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى منظومة من السياسات التي تتعدى يعني النظام التعليمي لوحده، النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي وما إلى ذلك. وبالتالي بدنا نلاحظ إذن أن دورة السياسات في النظام التعليمي ودور الأسسمنت أو الاختبارات والتقييم فيها هو يعطي هذه التغذية الراجعة لاشتقاق السياسات وتحليلها وفرز الأولويات وتبني السياسات، وبالعادة تكون منصبة مباشرة على التأثير في تلك الجوانب التي تتأثر بالسياسات التربوية، لأن هناك أشياء أخرى تؤثر من النظام التعليمي نحن لا نستطيع أن نؤثر بها بصورة مباشرة. أيضا سياسات التعليم في النظم التعليمية بالعادة يتم تبنيها بوسائل وطرق ومنهجيات مختلفة. في ناس صانعي القرارات بالنظم التعليمية يعني بسحب السياسات من رأسه، بقول لك هيك احنا بنعرف المعلم لازم يكون 1 2 3 4، فبالتالي سياسات التعليم بدي اياه يكون معلم جامعي، بدي اياه يتدرب على كذا، بدنا كذا، بدنا كذا، بدنا كذا. وهذا نمط غالب وشائع، وقد لا يكون هناك عيب فيه، لأنه قد يكون مبني على الكومن سنس، أي مبني على الحس العام فيما هو فعال بسياسات التعليم، لكن بالتأكيد أنه يعاني من قصور كبير جدا، لأن هذه السياسات قد لا تكون فاعلة. هناك في ناس براسمي السياسات التربوية يميلوا إلى استعارة السياسات، أي بمعنى أنه بزور له بلد، بقرأ له تقرير من مقارنات بنتائج الاختبارات الدولية أو بسياسات التعليم، وبقول لك آه والله سنغافور على سبيل المثال عملت اختراق وأداها كثير عظيم، لأنه يا أخي عندهم إشي مختلف بواحد 2 3 4 شنغهاي وما إلى ذلك. هذا قد يكون وصفه للفشل في كثير من أنظمة التعليم، لا سيما في صنع السياسات وبالتالي اشتقاق برامج العمل، وبالتالي يجب أن نكون حذرين بهذا الجانب. لا ضرر في أن نطلع وندرس ونمحص، لكن السياسة التعليمية يجب أن تكون evidence based، قائمة على الشواهد التي تبين أنه ما يعني شو العامل نجاحها أو غير نجاحها. وبالتالي حينما نتحدث عن سياسات تعليم قائمة على الشواهد نحن نتحدث عن عملية منطقية منهجية منظمة يراجع فيها هذه السياسات، وبالتالي يتم الوقوف على أي هذه السياسات هي التي كانت فاعلة. نتحدث شوي على نظم التقييم بصورة عامة، الأخت خولة يعني أشارت هناك كثير من المفاهيم فيها خلط، بالتأكيد أنه فيها قاعدة مشتركة بكثير من الأشياء. حينما نتحدث عن التقييم نحن نتحدث عن عملية لجمع البيانات وتحليلها وتقييمها حول ما يعرفه الطلاب، حول مستويات أدائهم، حتى نستخدم ذلك كمدخل في توجيه سياسات التعليم. فبالتالي نظم التقييم سواء كانت يعني اختبارات أو غيرها هي عبارة عن مجموعة من السياسات، من البناء والهياكل في مؤسسات النظام التعليمي، وعن الإجراءات وعن الأدوات التي توفر البيانات حول مستويات تعلم الطلبة.
بالعادة بالنظام التربوي هناك ثلاث يعني أنواع من التقييم أو أشكال من التقييم، وهذا بالمناسبة يعني النقطة القوة بهذه اللقاء هو أنه البرزنتيشنز تم تنظيمهم على مثل هذه المستويات. في أن تقييم على مستوى الصف، وهذا ليس شأن محاضرة اليوم، زميل آخر أو زميلي أخرى بتتناول هذا الأمر. وعادة هذا التقييم على مستوى الصف غرضه الأساسي هو توفير تغذية راجعة instant فورية عن التعلم والتعليم، شو اللي بتعلموه الطلاب وما بتعلموه، حتى يخدم استراتيجيات تطوير التدريس. في عندنا ما يسمى بالامتحانات وليس الاختبارات والتقييم، وهذا أيضا شكل من أشكال التقييم، لكن وظيفته الأساسية أنه يعني يوفر بيانات عن سير الطالب ورحلته بالنظام التعليمي، حقق ما هو مطلوب منه. بالعادة هذا الشكل من أشكال الامتحانات هو يعني يعطي مؤهل للطالب. لذلك امتحان الصف الثاني عشر ما منسميه اختبار، منسميه امتحان، لأنه غرضه الأساسي هو نعمل كواليفيكيشن، إنه هذا الطالب حقق ما هو قصد النظام التعليمي عبر رحلته. لما منا ننتقي الطلاب لأشياء معينة، لبرامج معينة، هذا أيضا يدخل بالامتحان. في عندنا شكل آخر هو ما يسمى بالتقييم لارج سكيل، يعني عريض مستعرض، يتناول مستوى النظام التعليمي بالكامل، وهو بالغالب هذا يخدم أغراض الرقابة ويوفر بيانات ومعلومات لصانعي القرارات وحتى للمخططين والباحثين عن مستوى الأداء النظام التعليمي العام، وأيضا التغير بمستويات أداء الطلبة من وقت إلى آخر، وما هي العوامل التي تحدد مستويات أداء الطلبة وإتقانهم لمعايير التعلم، لنواتج التعلم وما إلى ذلك. إحنا بدنا نتحدث عن هذه الجزئية، هي Large Scale System Wide Assessment. هناك ثلاث أشكال أساسية لهذه الدراسات قبل ما ندخل في كيف نوظف نتائجها. في أن هذا الشكل من التقييم اللي بتناول النظام التعليمي منسميه census based، انه احنا نقيم كل الطلاب، ليس بالضرورة كل المراحل، قد تكون بعض الصفوف كما اشارت الاستاذة خولة، الصفوف الفردية، لكن نحن لا نتحدث عن اختيار الطلاب بالعينة. وبالتالي النظام التعليمي يتخذ سياسة في تقييم الطلبة انه كل الطلاب بالصف الثالث بالرابع بالخامس مثلا في جوانب معينة بهذا الأمر. في عندنا شكل آخر اللي هو نفس الشيء لكن مبني على عين، وهو الأكثر شيوعا بالدول بالمناسبة، لأنه السنسس بيس بالعادة بيكون مكلف، وبالتالي السامبل بيس هو الأكثر شيوعا. وفي عندنا المقارنات أو الدراسات الدولية. بصورة سريعة جدا، التقييم القائم على كل مجتمع الطلبة هو بيوفر بيانات عن مستويات تعلمهم لمين؟ أولا للنظام التعليمي ككل، هو يوفر أيضا للقطاعات والنطاقات في النظام التعليمي، للمناهج، للامتحانات، لإدارة الموارد البشرية، للمدارس، للمناطق التعليمية وما إلى ذلك، للمدارس على مستوى المدرسة الواحدة، للمعلمين، للطلاب أيضا، وهو يوفر معلومات أيضا تسهم في تحليل السياسة التعليمية وصناعتها من خلال الكشف عن العلاقات المتداخلة بين تعلم الطلبة وبين العوامل المؤثرة في تعلمهم.
الاختبارات القائمة على العينة أو المعاينة هي نفس الشيء، لكن هي لا توفر كل المعلومات لخدمة أغراض السياسة التعليمية، وإنما فقط توفر معلومات عن أداءات الطلبة تخدم أغراض السياسة التعليمية على مستوى النظام التعليمي، على مستوى القطاعات في النظام التعليمي، وعلى مستوى العوامل التي تؤثر في مستويات تعلم الطلبة. الشكل الأخير هو المقارنات الدولية أو الاختبارات الدولية. نشأت حركة الاختبارات الدولية بالمناسبة قديم جدا، يعني أول اختبارات الدولية دراسات دولية بالعالم هي بدأت منذ منتصف الستينات، ثم توقفت، بعدين بداية التسعينات عادت، والآن في اسكليشن كبير جدا بالدراسات الدولية، وفي تحفظات كثيرة جدا على الدراسات الدولية ليس مجالها أن نذكرها هنا، لكن بصورة عامة كان الهدف الأساسي من التقييم الدولي والاختبارات الدولية أنه إحنا ندرس التباين القائم بين أداءات الدول في نظامها التعليمي، وشو العلاقات القائمة بين التباين بين مستويات أداء الطلبة في هذه الدول وسياسات التعليم بهذه الدول. لأنه منا نكشف ليه شانغهاي على سبيل المثال، ليه كوريا الجنوبية، بدنا نحلل شو السياسات اللي عملت الفرق في النظام التعليمي وقادت إلى درجة متميزة من هذا الأمر. وبالعادة هي توفر بيانات ومعلومات عادة لا توفرها الاختبارات الوطنية، لأنه في إلها جانب دولي، فإذا في عندي دول بستطيع أن أقارن بينها. عادة توفر بيانات ومعلومات في خدمة أغراض السياسات التعليمية بتقول لي ما الذي يمكن تحقيقه والذي لا يمكن تحقيقه في تعلم الطلبة أحيانا، وأيضا هي توفر بيانات هائلة للباحثين لتحليل السياسات، وإن نشوف الأثر يعني هذه السياسات ومدى فعاليتها بين الدول. وهي أيضا توفر بيانات مهمة جدا لخدمة أغراض السياسية، لي إن نتساءل حول فعالية بعض الافتراضات والسياسات اللي إحنا ماخذينها for granted بدون نقاش بالنظام التعليمي، سياسات إما بالمناهج أو بالمعلمين أو بغيرها. الدراسات الدولية بتبين لنا مثل هذه الفرصة أن نعيد النظر بهذه المسائل. طبعا البيانات أو المعلومات التي تقدمها الاختبارات بصورة عامة هي جزء من بيانات مطلوبة لخدمة أغراض سياسات التعليم، وبالتالي إذا نظرنا إلى هرمية النظام التعليمي نلاحظ بأنه النظام التعليمي قاعدته هي المدارس، ثم هناك مستوى وسيط بالمناطق التعليمية القطاعات وما إلى ذلك، وحتى الإدارات في الوزارة، وهناك المستوى الوطني العام. البيانات كما نعرف بدونها بيصير صنع السياسات عملية عشوائية غير منظمة، وبالتالي pull out of mind بيصير. فبالتالي هذه البيانات ولا نتائج الاختبارات بالعادة على مستوى المدارس هي توفر معلومات تخدم أغراض تطوير العمليات المدرسية، كيف يقدم المنهاج، كيف ينظف المنهاج، كيف تدار المدرسة، كيف تخصص الموارد على النشاطات والبرامج على صعيد المدرسة، وكيف يمكن تطوير هذه الإجراءات. على المستوى الوسيط في النظام التعليمي بلا شك إنه نتائج الاختبارات توفر قاعدة مهمة جداً لكيف ندير المدارس بصورة عامة، وكيف نضبط هذه المدارس من حيث الموارد وتخصيصها ومدى تقيدها وامتثالها بالسياسات. لكن على المستوى الماكرو العام البيانات وظيفتها الأساسية هي في تخطيط السياسات وفي الاستراتيجيات وبناء الخطط. أنا بدي أتحدث أركز حديثي على المستوى الأعلى. شو السياسات اللي بالعادة
تناقش ويتم تبنيها على المستوى الأعلى بالنظام التعليمي. سياسات كثيرة جدا بلا شك هي تتعلق بسياسات المناهج، معايير المناهج، ما الذي يجب أن يعرفه الطلبة ويكونوا قادرين على القيام به، النواتج العامة لهؤلاء الطلبة، سياسات تتعلق بسياسة التقييم الطلبة كيف يكون، سياسات تتعلق بمعايير الأداء للطلبة للمدارس للنظام التعليمي ككل، سياسات المعلمين، سياسات المساءلة وين تكون، للمدرسة، للمعلم داخل المدرسة، للمنطقة، للوزير، كل هذه المسائل، وأيضا قد تكون سياسات عابرة للنظام التعليمي تتعلق بمين هي المدارس اللي لازم أوجه إليها دعم إضافي، مدارس أداءها ضعيف، مدارس تقع في مستويات اقتصادية واجتماعية متدنية، وسياسة تخصيص الموارد. استخدام الاختبارات ونتائج الاختبارات بصورة عامة المتولدة من الاختبارات الوطنية، وأنا بدي أستخدم الاختبارات الوطنية والدولية إلى حد ما، يعني أشملها بهذا، بالتأكيد إنها هي توفر معلومات مهمة جدا حول حالة التعليم في أي دولة، ولا سيما حول يعني مستويات تعلم الطلبة، تصف مستوى تعلم الطلبة إلى أي درجة بيحققوا معايير التعلم وبأي مستوى، وهي أيضا تقدم معلومات وتصف الموارد المتاحة للنظام التعليمي وكيف تخصص، وتوفر قاعدة مهمة جدا لمراقبة يعني الأداء، وأيضا فرصة كبيرة جدا لمراجعة النظام التعليمي. هذا على صعيد توفير البيانات، لكن الآن الأهم كيف نستخدم هذه البيانات، وبالتالي نتائج الاختبارات الوطنية يعني تستخدم في عمليات السياسات والتخطيط في أنها أولا تشخص نقاط القوة والضعف، ولا سيما يعني الخلل الذي تكشف عنه نتائج الاختبارات بتحصيل الطلاب، وبالتالي هذا يستخدم مباشرة في بلورة سياسات تعليمية تهتدي بها عمليات التعليم وبرامج التعليم وخطط التعليم في وضع معايير جديدة، أيضا في أن نعمل better targeting، سياسة استهداف للمدارس بصورة أفضل، وهي بالعادة أيضا هي توفر أساس وغطاء سياسي لعمليات تطوير المناهج، أنه في ضعف وبالتالي لازم يعني نعالج هذا الضعف. بدي أعرض بس فقط مستوى أو مجموعة من الأسئلة اللي عادة يعني تخدم أغراض سياسة التعليم، وبالتالي الاختبارات الوطنية توفرها. مثلا في تساؤلات بأذهان راسمي السياسات التربوية والمخططين بصورة عامة تتعلق بمدخلات التعليم. على سبيل المثال، ما هي خصائص الطلبة في مدرسة معينة أو صف معين؟ هنا نتحدث عن خصائص ديموغرافية، أسر، موارد التعلم المتاحة لهم، وهكذا، حتى نستطيع أن نشوف في عدالة ما في عدالة، لأنه هذا واحد من الأشياء الأساسية المهمة. ما هي ظروف التعليم في مدارس معينة أو بالنظام التعليمي؟ استراتيجيات التدريس الشائعة، كيف يقيم المعلمون طلباتهم؟ هذا على مستوى راسمي السياسات بصورة عامة. الأبنية المدرسية مثلا، في تساؤلات تتعلق بمعايير التعليم بصورة عامة، وهون بنتحدث إلى أي درجة هناك تقيد بسياسات معينة بالمدارس حول الكثافة الطلابية، حول أعداد الطلبة للمعلمين، حول مؤهلات المعلمين. تساؤلات تتعلق بالمساواة والعدالة بالنظام التعليمي، هذا مهم جدا. على سبيل المثال، هل تتساوى مدخلات التعليم في مؤهلات المعلمين،
في الموازنات المتاحة للمدارس، في الكثافات الصفية، بكل المسائل المتعلقة بمدخلات التعليم، هل تتساوى بين المدارس ولا في يعني تمييز، سواء في موارد التعلم سواء في الموارد البشرية المتاحة؟ في تساؤلات تفيد السياسة التعليمية المتعلقة ب يعني مستويات أداء الطلبة وتحصيلهم. كم نسبة الطلبة الذين حققوا مستوى الوطني من معايير التعلم، مثلا بالقراءة، بالرياضيات، بالعلوم، باللغة العربية، بغيرها؟ هذا أيضا يخدم أغراض السياسة. وأيضا من اهتمامات السياسة التربوية أو التعليم، قبل ما أتبنى سياسة تعليمية بدي أسأل، طيب شو اللي بيميز الأداء بين المدارس؟ هذا التباين بالأداء بين المدارس ما الذي يفسر؟ هل تفسر تباين مدخلات التعليم وبالتالي هذا قد يكون خلل في عدالة توزيع موارد النظام التعليمي؟ أم أنه تفاوت في العمليات المدرسية ولا سيما بالعمليات الصفية وبالتالي قاد إلى اختلاف وتباين بين المدارس؟ شو العوامل اللي بتفسر هذا التباين؟ هل هي عوامل مدرسية بين المدارس ولا ما إلها علاقة بعوامل بين المدارس، وإنما هي تباين بين الطلبة أنفسهم فيما يأتون به من أسرهم؟ تباين بمستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، تباين بمستوى مؤهلات الآباء والأمهات، في اهتماماتهم، في دوافع التعليم وما إلى ذلك. بالعادة القضايا اللي بنهتم فيها بالاختبارات الوطنية من منظور بلورة السياسات وتحليل السياسات وتبني سياسات التعليم هي قضايا تتعلق بالإتاحة، ما نسميه البروفيجن، يعني توفير التعليم، قضايا تتعلق بنوعية التعليم، قضايا تتعلق بكفاءة التعليم، قضايا تتعلق بالعدالة، قضايا تتعلق بالمساءلة. فبالتالي الاختبارات الوطنية، طبعا مش كل الاختبارات الوطنية، إذا صممت ونفذت يعني وكان نطاقها ومنظورها يعني مستوفي شروط معينة. مثلا من التساؤلات اللي دائما تدور بأذهان رأس صناعة القرار والسياسات، انهم بدهم يعرفوا في إتاحة النظام التعليمي والموارد شو العوامل اللي إلها علاقة بالاختلاف بمستويات تعلم الطلبة بين المدارس، والتي يمكن أن يفسرها تفاوت مدخلات التعليم، سواء مدخلات مدرسية، الوقت المخصص للتدريس، مستويات تتعلق بالمعلمين، تفاوت حسب أسر المعلمين. من التساؤلات انه هل إعادة تنظيم المدارس ومستويات صناعة القرار بالنظام التعليمي والمركزية واللا مركزية هذه يمكن ان تفسر اختلاف مستويات اداء الطلبة، وبالتأكيد اثار التغيير والتطور بالمناهج وكثير من السياسات الرسوب، يعني مثلا هل هو سياسة فعالة ولا غير فعالة؟ بالنوعية بالتأكيد توفر حول مستويات الإتقان بمعايير التعلم، كيف ينفذ المنهاج ومدى التغير بمستويات تعلم الطلبة over time. لكن أنا بدي أتوقف إنه هذه المنظومة الواسعة من منظومة تقييم الطلبة، سواء كانت تقييم صفي، مدرسي، دراسات دولية، سواء لكل الطلاب أو لعينة منهم أو غيرها، لا يمكن أن تحدث تطورا في تعلم الطلبة ولا في نوعية النظام التعليمي بمجرد إجراء هذه الاختبارات إذا لم تصب في دورة السياسة. وبالتالي في مثل بقول باللغة الإنجليزية، you cannot fatten a chicken by keeping waiting weighing it، يعني ما بنقدر نسمن العجل أو الدجاجة بمجرد نظل إن نقيسها كل يوم يلا من هنا نضعها على الميزان. لا، بالتأكيد بده هذا القياسات تخدم
انه شو الرسب المناسب لها للعلاج وكل هذه المسائل. فبالتالي مجرد المشاركة بالدراسات الدولية او نظل نعمل نوع من التقييمات الوطنية ونظهر نتائج very nice كويسة عظيمة ممكن الاستفادة منها، لكن اذا لم تصب في دورة تحليل السياسة وتشكيل السياسات واختيار السياسات وبالتالي برامج العمل، فإن هذا لن يخلق فرق. كفاءة النظام التعليمي، أيضا الاختبارات الوطنية بتوفر معلومات كثيرة جدا حول مدى استغلال الموارد المتاحة في النظام التعليمي، سياسات المتعلقة بالمعلمين، رواتبهم، أجورهم، حوافزهم على سبيل المثال، علاقتها بالنظام التعليمي وما إلى ذلك، العدالة، أنه بتوفر لنا أيضا معلومات كثيرة جدا عن أنه هالتباين القائم بين أداءات الطلبة على الاختبارات، وهو تباين ملحوظ بين الأولاد والبنات، بين المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بين مدارس المدينة ومدارس الريف، بين الطلاب اللي جايين من مستوى اقتصادي واجتماعي عالي ومتدني، بين المدارس العامة والخاصة. هذه تباينات تمس مسائل بالعدالة الاجتماعية بالتعليم. لكن مجرد ان نقول والله أداء الطلاب بالمدارس الخاصة أحسن من العامة والبنات أحسن من الأولاد، هذا معروف، لكن if we do not dig down ونكشف ما هي العوامل والسياسات التي قادت إلى مثل هذا التفاوت وأوجه عدم العدالة اللي بتظهر بمستويات تعلم الطلبة وتحصيلهم، لا نستطيع أن نتبنى سياسات قد تضيق هذه الفجوة بين هذه المعلومات. الآن حينما نتحدث عن السياسات بالتعليم، إحنا يعني من البسط الموضوع انه والله سياسي اشي كبير، قلنا السياسي عبارة عن توجه، قرار، اجراء معين هون وهون وهون. فكيف الاختبارات بالبداية؟ بدنا بس يعني على السريع، هذه هي دورة السياسة بالتعليم. اول شيء انا بدي اضع الاجندة للمستقبل، لكن الاجندة مش بدي اقعد واكتبها انا لحالي، ولا بقعد يعني اكتبها مثل ما انا عارف، في نشاط تقييمي هائل حتى اضعها. هنا نتحدث عن تحديد القضايا بالنظام التعليمي، وين اللي بتعلموه واللي ما بتعلموه، وين الخلل بسياسات المعلمين بسياسات المناهج. فبالتالي بده يكون في نشاط تقييمي، وهو يندرج ما نسميه بالسيتويشنال اناليسيس، تحليل واقع النظام التعليمي. اذا من هذا التقييم نضع الاجنده اللي هي بتمثل القضايا والتحديات، نشتق الاهداف، نرتب الاولويات، ثم بعد ذلك نصوغ السياسات، وتشمل السياسات ايضا الاستراتيجيات، كيف بدنا نتصدى لها، وهذه هي برامج العمل تترجم الى خطط وبرامج عمل، هذه بندفعها طبعا إلى التنفيذ. ثم يأتي أيضا دور المراقبة والتقييم، جانب منه اختبارات وطنية دولية، تقييم صفي، أشياء أخرى تندرج فيها. فإذا إذا منا نلاحظ، إذا لم يكن في دورة السياسة عنصر تقييمي عميق يكشف عن الشواهد ويكشف عن أوجه القصور والخلل في سياسات النظام التعليمي القائمة، لا نستطيع أن نضع أجندة التعليم ونتبنى سياسات تشتق منها خطط وبرامج عمل ويتم تخصيص موارد لها، لن يكون ذلك كافيا بأن نحسن من مستويات تعلم الطلبة وبالتالي كفاءة النظام التعليمي. مقتل
التطوير بالنظام التعليمي اللي هدفه الأساسي تعلم الطلاب، إنه هو عادة يتجاهل المرحلة الأولى ويقزم المرحلة الثانية، لأنه باخذ وصفة بالسياسات بقول لك أنا بدي أعمل كذا بدي أعمل كذا بدي أعمل كذا، وندفع هذه الخطط إلى التنفيذ، وبالغالب والأعم لا يكون هناك مكون تقييمي ولا رقابي بالأخير، وبالتالي ندخل بما يسمى بفش السايكل، الحلقة المفرغة، لا نعرف ماذا حققنا ولا حققنا. الآن بدي أجمع هذه المسائل كلها في تقريبا نموذج واحد. إذا منلاحظ يعني هون يتعلق الأمر بمنظومة تقييم الطلبة، ولا هون بتحدث عن التعلم، تقييم التعلم عند الطلبة. قلنا في اختبارات وطنية، في اختبارات قد تكون خاصة بمناطق تعليمية يعني داخل الدولة الواحدة، أو بمجموعة الدول مثل دول الخليج، قد تكون دول عربية أو غيرها من الدول، وقد تكون انترناشونال عالمي. فإذا هذا هو مستوى الاختبارات. الآن هذه الاختبارات في مستوياتها تختلف في نطاقها، بعض منها مبني أو يشمل كل الطلاب، وهذا بالعادة فقط بكون للاختبارات على المستوى الوطني، بعض منها يستخدم أسلوب المعاينة والعينة، وبالتالي قد تكون اختبارات وطنية، اختبارات إقليمية تشمل مجموعة دول، والاختبارات الدولية قائمة على العينة. الآن منلاحظ أنه أهداف سياسات التعليم اللي بتخدمها هذه الاختبارات مثل ما مر معنا وتكشف عن قضايا معينة، هي إما أنها تكشف عن قضايا تتعلق بالنوعية، وإذا منلاحظ أنه تحليل نتائج الاختبارات الوطنية والدولية من منظور الكشف عن القضايا المتعلقة بالنوعية بمستوى الأداء بنوعيات سياسات المعلمين المناهج وكل هذه المسائل، في دورة السياسة هي تخدم غرض تحديد الأولويات والأجندة، وتخدم غرض أيضا في صياغة السياسات، لكنها يعني لا تدخل في تخطيط تنفيذ السياسة، وبالتالي احنا بنتحدث على قضايا تتعلق بالنوعية. القضايا المتعلقة بالعدالة في تخصيص الموارد والفجوات القائمة بين المدارس وبين الطلاب بحسب عوامل كثيرة جدا حتى نختار سياسات تتصدى لها، هي بالعادة مستويات توظيفة بكون في بلورة السياسات وتمحيصها. وبالمناسبة البوليسي فورموليشن يعني مش هي عبارة عن نشاط بسيط انه والله هاي بتناسب وما بتناسب، لا، في مكون تحليلي تقييمي عميق يتعلق بتوليد بدائل للسياسة التعليمية نفسها اللي بدي اتبناها. بقدر اروح بهاي ولا ما بقدر؟ هاي مكلفة ولا مش مكلفة؟ بالعادة تقييم السياسي قبل تبنيها يأخذ بعين الاعتبار بعدين أساسيين. أنا لابد أتبنى سياسات تقود إلى أثر عريض بكل المدارس ولدى كل الطلاب، وأيضا أقل كلفة، فبالتالي هي مقاربة بين نطاق الأثر وكلفة هذه السياسة في تنفيذها. القضايا المتعلقة بالمساءلة بالنظام التعليمي، النظم التعليمية تختلف كثيرا يعني في نظم المساءلة، مين بسائلها وين مستوى المساءلة ونطاقه، فبالتالي قد يكون المساءلة للمعلم، قد يكون المساءلة للمدرسة، قد تكون المساءلة للنظام التعليمي نفسه.
وقد يكون التمويل في كثير من الدول للمدارس والنظام التعليمي هو أداة المشرعين في تلك الدولة لمساءلة النظام التعليمي. وبالتالي بالعادة هون بنتحدث عن المراقبة. فإذا هذه المصفوفة التي تبين يعني في توظيف نتائج الاختبارات بأي حسب هدف السياسة التعليمية وحسب دورة السياسة نفسها المرحلة فيها ونوع أو شكل الاختبار الوطني. أيضا حينما نتحدث عن بدنا نجمع هذه المسائل كلها يعني كيف نوظف نتائج الاختبارات بدورة السياسات التعليمية حتى نطور هذه المسائل، نفس الشيء أنا عندي برامج ومنظومة تقييم كما قلنا قد تكون وطنية إقليمية دولية، عندي أهداف اللي بيهتموا فيها صانعي القرارات والسياسات وأهداف ومسائل تتعلق بالعدالة تتعلق بالنوعية تتعلق بالمساءلة، وعندي دورة السياسات ومراحلها. فإذا جمعناهم منلاحظ إحنا بدنا نبدأ نأخذ نتائج هاي الاختبارات واللي كشفت عنه بكل شيء بموارد التعلم بمستويات أداء بالتحصيل بالعدالة كل هذه المسائل هذه الحلقة الأولى، وبالتالي هذه تفيد هون بصير تحليل أعمق بالإجابة عن تساؤلات بالعادة تطرح في مطبخ صناعة السياسات بالنظام التعليمي، إنه ما الذي يسهم في نوعية النظام التعليمي؟ هذا بعني ترى أهم شيء إنه بالاختبارات الوطنية إذا فقط منعطي اختبارات للطلاب لا نستطيع أن نخدم أغراض السياسة التعليمية كثيرا هون، فبالتالي لابد أن تكون هناك جمع بيانات عن الطلبة وخصائصهم الأسرية والديموغرافية عن عمليات التعليم بالمدرسة عن خصائص المعلمين. مجرد أعطي اختبار قد يكون مهم لكن لا يعطي ولا يعني يوفر أساس ويكشف عن مسائل تخدم أغراض سياسة التعليم وبالتالي ترجمتها إلى خطط وتبني السياسات إذا لم نضع التحصيل في سياقه الذي هو يتأثر به بالأصل. البوليسي ميكرز يعني بدهم من هذا دور الباحثين والمخططين هون بالأصل في الكشف عن كل هذه المسائل، ثم بعد ذلك تحدد الأجندة ويعني الأهداف وترسم السياسات، ثم بعد ذلك تنفذ على صعيد برامج عمل وخطط وتكون عمليات مراقبة وتقييم. وإذا منلاحظ هذه هي عملية السياسة نفسها فهي عملية شاملة لكل هذه المراحل، تبدأ يعني من نتائج الاختبارات بحسب أشكالها بتحليلها. قربت أكملها هلا بصورة عامة، يعني تحويل نتائج الاختبارات بالسياسة والخطط ما بيجي صدفة هون، ترى بيعتمد على عوامل كثيرة جدا في أي نظام تعليمي. أولا بيعتمد على القدرة المؤسسية على تحليل هذه النتائج. أولا مجرد عرض تقارير تتعلق بوصف الأداء ومتوسط أداء الأولاد هيك والبنات هيك والمدارس كويسة هذه بلا شك، لكنها لا تخدم أغراض السياسة التعليمية. We have to dig deep. من العوامل مدى الموثوقية في الاختبارات الوطنية وحتى الدولية في أدواتها. هناك هجوم كبير جدا على الاختبارات الدولية
خربت النظم التعليمية بالدول. طبعا في حركة قوية جدا ضدها، بقول لك هي قادت إلى كويك فيكسز بالنظم التعليمية، وهذه خربت النظام التعليمي، لأنه بثلاث سنوات للبيزا وأربع سنوات ما راح يصير فيه يعني أي تحسن بأي نظام تعليمي. وهذا ثبت فعلا أنه الأثر بالنظام التعليمي على الأقل بده مدى يتجاوز سبع سنوات. وبالتالي أيضا يعني كيف تصنع السياسة التعليمية ومدى قبول صانعي السياسات التعليمية بالنظم التربوية إلى أنها تكون سياساتهم مبنية على الشواهد، وهناك متسع يتم في تعديل هذه السياسة بناء على الشواهد. طبعا كثير للأسف من نتائج الاختبارات الوطنية والدولية لا تستخدم، وهناك أسباب كثيرة، منها أن الاختبارات الوطنية والتقارير بالعادة ينظر إليها على أنها نشاط يعني ستاندالون لوحده، بتقوم فيه إدارات الاختبارات أو الكواليتي أشورنس، بنصدر تقارير وما حدا بيشوفها ولا حدا بيحللها وما إلى ذلك. أيضا إلى أي درجة في تشاركية برسم السياسات أو صنع هذه السياسات. بدي أختم بهذا السلايد في يعني البيانات والمعلومات اللي تخدم أغراض السياسة التعليمية بمستويات وهرمية النظام التعليمي، بالمدرسة المستوى الوسيط ثم المستوى الأعلى من ذلك. لابد أن تكون هناك أربع مجالات لمعلومات إذا بدنا إياها تخدم تحليل السياسات، identification of policies، policy formulation، policy options، وبعدين نترجم كل هذا إلى خطط وبرامج. لابد أن تكون هناك بيانات ديموغرافية عن الطلبة، لأنه بدنا نعرف مين هم الطلاب اللي أدائهم متميز، منين جايين هذا. لابد أن تكون هناك بيانات عن عمليات المدرسية، وهنا نتحدث عن عمليات تنفيذ المناهج، عن عمليات التدريس، استراتيجيات التدريس، الظروف المحيطة بالمدرسة. لابد أن تكون هناك بيانات عن تعلم الطلاب، مستويات تعلمهم، وليس يعني هيك. لابد الاختبارات والأدوات تبنى بطريقة منطقية عظيمة تخدم اهتمام السياسة التربوية والمخططين، أنه أنا بدي بيانات disaggregated على مستوى معيار ونواتج التعلم، على مستوى المادة الموضوع الذي يغطيه في المنهاج. ولا بد أن تكون هناك بيانات عن الطلبة واعتقاداتهم ودوافعهم وتصوراتهم. وإذا بتلاحظوا أنه أي تفاعل بين هذه الرباعية القائمة هي تخدم غرض محدد بالسياسة التعليمية. شكرا جزيلا لكم، وأنا آسف للإطالة. الآن من الناس في أسئلة؟ شكرا للأستاذ دكتور تيسير النعيمي على ورقة العمل التي تفضل فيها، وأعتبر أنا ورقة العمل التي تفضل فيها الدكتور دعوة واضحة للميدان التربوي، لأولياء الأمور، لكل فرد، لإعادة النظر في قراءة نتائج تحليل الاختبارات الوطنية. فولي الأمر تصل ورقة واضحة جدا مفسرة لإمكانيات طفلة أو ابنة أو الطالب الموجود عنده بالمدرسة، يستطيع من خلالها أن يعرف هل الطالب في الصف الخامس ما يمتلك من مهارات يتناسب مع هذا الصف، أم هو أعلى من هذا المستوى أم أقل. نفس الشيء بالنسبة للمعلم، يحتاج إلى أنه يدفع بطلابه، يعرف مستوياتهم، يستطيع أنه من خلال نتائج الاختبارات الوطنية أن يكون قاعدة بيانات عن طلابه، عن ما يمتلكونه من معارف، عن ما يستطيع أن يمارسونه من مهارات، وبالتالي يستطيع أن يبني خططه على هذا الأداء. أيضا مدير المدرسة يستطيع أن يقف على النقاط
الأساسية، وين الضعف عند الطلاب؟ هل هي في القراءة أم في الكتابة بالنسبة للغات؟ في مادة الرياضيات، في أي جزئية؟ الجبر، الهندسة، وأيضا بالنسبة للعلوم، يستطيع أن يبحث، يستطيع أن يتابع المعلم بناء على نتائج الطلاب هذه. مدير المنطقة أيضا يستطيع أن يتابع المدارس اللي فيها ضعف، يتابع الخلل الموجود في بعض المدارس. كلنا نعرف وكلنا نعلم أن في فرق بين مدارس الذكور ومدارس الإناث، والفرق واضح جدا. إحنا نفس المنهج، نفس البيئة المدرسية قد تكون، لكن في خلل، نتائج هذه عكست هذا الخلل. آن الأوان وجاء الوقت أن إحنا ننظر بتمعن، وخاصة مدارس الذكور، ننظر وين الخلل. هل في أداء المعلم؟ هل في طريقة التوصيل؟ قراءة النتائج هذه مهمة جدا بالنسبة لنا، بحيث أن إحنا نبدأ في تحويلها إلى خطط واقعية وفعلية وننفذها. بترك لكم مجال لأي سؤال تتوجهون فيه للدكتور تيسير على موضوع الورقة اللي تفضل فيها. صوتك مسموع بدون ماي. السلام عليكم. سلطان محمد نعيمي من المركز الإقليمي للتربوي. من خلال المحاضرة التي طرحها الدكتور عرفنا ما يجب فعله بعد تحليل نتائج الاختبارات الوطنية والدولية. الآن سؤال الدكتور بصفته أحد صانعي القرار بوزارة التربية والتعليم، ماذا تم في وزارة التربية والتعليم بعد تحليل نتائج الاختبارات الوطنية، وما هو أثرها الإيجابي على المتعلم؟ شكرا جزيلا. يعني سؤال مهم جدا. تقصد وزارة التربية والتعليم هون؟ يعني أنا لست صانع قرار، أنا مراقب يعني من بعيد. أنا باعتقادي أنه كثير من بعض ما كشفت عنه نتائج مشاركة طلبة الدولة بالاختبارات الوطنية والدولية قد غير في بعض السياسات في الوزارة. أعطيك مثال، وأنا شفت الأخت الفاضلة مديرة إدارة المناهج على سبيل المثال موجودة. يعني تم تغيير آلية بناء المناهج، لأنه من تحليل البيانات وبين الدول وسياسات الدول بالمناهج تبين أنه كثير من الدول يعني الفعالة هي تأخذ بمنحة ستاندرد بيست كيريكولوم، المناهج القائمة على المعايير، وبالتالي الآن تم تطوير المعايير وعمليات بناء المناهج هي قائمة على المعايير. سياسة المعلمين المتعلقة بتدريب المعلمين وتنميتهم مهنيا، أيضا من تحليل نتائج الدراسات تبين أنه المعلم هو الذي يصنع الفرق، وتحديدا فيما يتعلق حاجاته المهنية وأساليب تدريسه، وبالتالي تم تبني سياسة أن لا يقل عدد ساعات التدريب للمعلم سنويا عن 80 ساعة. فهذه أمثلة من السياسات يعني اللي تم تغييرها. تفضلي يا أختي هناك، تفضلي أنت اللي رافع يدك. نعم. ماذا قلت؟ نعم. سؤال كبير بالتأكيد، وأنا بتفق معك. أنا باعتقاد البيانات التي جمعت حول فعالية البرامج التعليمية من منظور المتدربين هي بالعادة تحلل، وأنا بعرف أنها قيد التحليل، ووظيفتها الأساسية أن تصب مباشرة في تطوير بناء البرامج التدريبية للمعلمين. طبعا، وهذا واقع موجود. هلا ما بعرف انا انه هل يا اخوان لو سمحتوا، يعني اولا القضية هي دورة كما قلنا، تحتاج الى وقت
وتحتاج إلى زمن. وبالتالي هي بالتأكيد أنه أنا بعرف بالفصل الأول تم تحليل البيانات وتعديل يعني كثير من الأشياء المتعلقة باحتياجات المعلم وأيضا آليات التنفيذ، لكن لا نستطيع أن يعني نطور كل شيء من دورة واحدة ولا من مقاربة واحدة، العملية تراكمية. صحيح. بالنسبة للتدريب أستاذة، تم في الفصل الدراسي الأول عملية تدريبية كانت موجهة للميدان، في سلبيات كثيرة وصلت لنا أو تحديات واجهوها في التدريب، هذا أدى إلى أن التدريب أصبح مطور في المرة الثانية. يمكن أنتوا تلمستوا المرة الثانية كان التدريب أكثر تنظيما من حيث أن إحداد حقائب تدريبية من قبل إدارة المناهج بالتعاون مع التوجيه الأول والتوجيه الفريق التربوي، وثم تدريب نواة تدريبية من المعلمين المتميزين تم ترشيحهم من قبل فرق الدعم الموجودة بالمناطق التعليمية ومن المناطق التعليمية، وتسليمهم كل ما يخص هذه الحقيبة التدريبية بحيث أنهم يستطيعون أنهم ينفذونها لجميع المعلمين بحيث أن تكون في رؤية واضحة. أيضا جاءت تغذية راجعة بالرغم من اتخاذ هذه السياسة في الدورة الثانية من التدريب، جاءت تغذية راجعة أن لا زال هناك حاجة أيضا لتحسين وتطوير التدريب. فالفصل السابق مشى التدريب عندنا في اتجاهين، اتجاه منتدى التعليم أو منتدى الخليج التربوي للمعلمين واللي كان يستهدف 5000 معلم ومعلمة، وفي الاتجاه الآخر مشى التدريب التخصصي للمعلمين اللي كان يستهدف 11,935 معلم ومعلمة على مستوى الدولة. احنا لا نستطيع ان احنا نقول احنا نجحنا في المرة الثالثة في التدريب، في ملاحظات وفي إيجابيات كثيرة جدا سواء في المنتدى أو في مستوى التدريب. إدارة المناهج توجهت وإدارة التقويم والامتحانات متمثل في قطاع السياسات أنهم يزرعون سياسة واضحة عند المعلمين. كانت التوجه الأول أنه في أساليب تدريسية أو ممارسات محتاجين إحنا نعدلها عند جميع المعلمين، فجاءت الحقيبة الأولى لتعزز أو تعدل الممارسات عند المعلمين. الحقيبة الثانية أيضا جاءت بناء على طلب المعلمين أنفسهم في كتابة مفردات الاختبارات القصيرة، فهذه أيضا صحيح بعض المعلمين قالوا أن هاي غير فاعلة، كانت الحقيبة كانوا المدربين لم يستطيعون يوصلونها. أنا بنفسي أفضل من المدرب، لا نستمع إلى رأي واحد فقط، في رأي وفي رأي آخر. إذا معلم أو معلمين أو تكلموا بهالطريقة، في معلمين كثار كانوا إيجابيين وكانوا مستفيدين، يمكن مدرب ما وصلها بطريقة مناسبة لكن في مدربين كثار وصلوها بطريقة مناسبة جدا. فلذلك احنا ناخذ التغذية الراجعة عن المدربين أيضا بحيث ان احنا نحتاج ان تكون عندنا قاعدة بيانات من سيستمر معنا في ان يكون مدرب ومن سلا يستمر. احنا محتاجين ان المعلم يتدرب، المعلم محتاج الى ساعات تدريبية تربوية سواء او تخصصية في المادة العلمية، محتاجين ان نرفع من كفايات المعلم. فانتوا كمدراء مدارس كمدراء مناطق كموجهين يجب ان تساعدون الوزارة في هذا التوجه. مهما كان المعلم بيقول هذا اجازتي وهذا ومفروض أنا أكون في إجازة، هذا هو السبب الرئيسي الأكبر عند المعلم. أنا ما بأقعد 4 ساعات متواصلة لمدة 5 أيام أخذ جرعات تدريبية، لكن لابد أن احنا نغير هاي الثقافة عند المعلمين، والثقافة بتي بالاستمرارية وأيضا بتي من لما يستشعر المعلم لما يحضر التدريب أنه فعلا استفاد، وهذا اللي تعمل عليه الوزارة حاليا أنها تطور من التدريب. يعني خليني أقول أختي الكريمة، يعني الملاحظة مهمة جدا، هي لا تتعلق بالتدريب وإنما تتعلق بكيف يخدم التقييم أن نختار ونتبنى سياسات تتمخض عنها برامج فاعلة. طيب بالزبط. خليكي معي. هذا لا يأتي بأبليكيشن هون أقول يلا هيك تم، هذا له دورة
بده ياخذ وقت، وفي دائما تغذية راجعة حولها وما إلى، لكن في صبر كمان. السياسي بدون صبر يعني ما بتشتغل. أوكي تفضل يا أختي. العدالة إيه. سؤال مهم بالله رجاء نستمع له، لأنه هذا موجود على أرض الواقع. تفضلي. صحيح صحيح. ايه شكرا شكرا. يعني انا باعتقادي انه سؤال مهم جدا، لكن الان كل الاشياء اللي تفضلت فيها، هل ثبت ان انتقاء الطلبة الاكاديميا افضل، واستقطاب المعلمين الذين نقول بانهم هم الافضل، قد قاد إلى مستوى تعلم أفضل لدى هؤلاء الطلبة في هذه المدارس مقاسا بالاختبارات الوطنية؟ هذا هو السؤال. من هون بتيجي الاختبارات الوطنية هي المحك، فبالتالي يعني بالتأكيد أنه بصير في خلل بعدالة المدخلات، والذي يمكن أن يقود إلى فجوات بالنواتج مقاسة بتعلم الطلبة. الآن هذا كيف بده يخدم غرض السياسة التعليمية؟ أولا يخدمها بعد يعطي شاهد قوي جدا للنظام التعليمي انه scaling up، ان نتبنى مفهوم المدرسة النموذجية اذا ثبت فعاليتها في النظام التعليمي، وبالتالي بنزيد عدد المدارس، او قد يكون العكس. هذه واحدة منها. يخدم غرض انه اوكي هذول المدارس النموذجية عمالهم مدخلاتهم فيها فجوات مع غيرهم احسن، بدي اضع سياسة استهداف وتخصيص موارد افضل للمدارس الاخرى. انا بحكي شو المجال الذي تتيحه. اوكي خلصنا. في سؤال اخر تفضل. يعني كثيرا ما نسمع هذه او هذا الاستنتاج. بدكو يا جماعة انتو بدكو تجاوبوا ولا بدنا نحكي مع بعض؟ اللي طرح مسألة على قدر كبير من الاهمية لكنها قد لا يكون استنتاج صحيح، قد لا يكون. انا بقول معك شوي شوي شوي. الآن اسمحي لي، هذا عبارة عن انطباع لا تدعمه الشواهد في كثير من الحالات، فبالتالي هون بيجي دورة السياسات إن نكشف انه هل فعلا الطلاب المواطنين المعلمين المواطنين ما عندهم هذه الدافعية، اما ناخذ حكم عام وانطباع ترى هذا يعني بلا شك انه قد لا يعني يكون في محله. شكرا.
طيب طيب يا عزيزي، اذا بدك تقلب الاستنتاج تقول السياسة توسيع نطاق مشاركة المواطنين في إدارة النظام التعليمي وتنفيذ التدريس هو عامل قوة بالنظام التعليمي وبالتالي قد يحسن منه. شكرا. شكرا لكم جميعا. انتهى وقت الجلسة وفي استراحة 5 دقائق، عفوا ربع ساعة، ربع ساعة. الاستراحة مدة ربع ساعة ونرجع هنا لاستكمال الندوة. مثل ما بقولوا ست هنا ولا ست هنا.